النهارده معاكم فيديو جديد من قناه سنه صيف المطبخ. النهارده معانا مقطع جديد ومقطع غريب جدا، يعني فعلا انا هتحدى ياسر صاحبي ياسر جامايكا صاحب صديقي. هذا التحدي اول تحدي اللي هو ثلاث تحديات، هما اول تحدي مين يقف اول اكتر واحد على رجله كده، ماشي. ثاني تحدي اكتر واحد يعمل ضغط. ثالث تحدي مين اكتر واحد يجري اسرع من الثاني. نشوف في نهايه الثلاث تحديات مين اللي كسب فيهم. يلا بينا. يلا اول تحدي يا جماعه هو مين يقف اكتر واحد. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 اثبت يا اسلام. 28 29 لا اثبت في مكانك. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 اثبت كده غلط. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 اثبتوا اثبتوا. اسلام خسر كسب التحدي. يلا اسلام خسر. هارد لك يا اسلام، هارد لك. يلا تحدي، يلا التحدي الثاني اللي هو مين يعمل اكتر من الثاني ضغط. بقى فلاش يا باشا، فلاش يا باشا. التحدي الثاني اللي هو مين يعمل ضغط اكتر من الثاني. يلا اسلام، وانا هعد لكم برضك. عد يلا. انا انت اول واحد. تعالى نحط ورا النص، واللي يفوز الفور من ثلاثة. لا اللي يفوز انا اللي هعد. انا اللي هعد. يلا نعمل الحجر ورا مصر. يلا مين اللي هيعمل الاول؟ يعمل الاول. لا انتوا الاثنين مع بعض، انتوا الاثنين مع بعض. يلا واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. ما تضحكش يا اسلام. سبعة ركز يا اسلام. ثمانية اجمد يا عز. تسعة عشرة. من قدام مسيتك من قدام يا اسلام. شايفين يا جماعه التحدي الثاني بتاع اسلام وعز زميله، الثالث قصدي اسفة، هيبداوا من عند العربيه لحد عندنا هنا جاري. نشوف مين فيهم اللي هيوصل الاول. انا من هنا هشاور لهم هيجوا على طول. اهم بيقفوا باين الصوره واضحين يا خلود. اسلام يلا. واحد اثنين ثلاثه. شايفين؟ شايفين اللي هيوصل الاول؟ عز اللي كسب. برافو يا عز. تسيب اسلام احسن كنت خسران في نهايه التحدي يا استاذ اسلام. تعالى من تحدي جديد. الا الا ان احساسك كنت خسران. مبروك يا عز الاول، ولصاحبك الف مبروك. يلا يا هارد لك باذن الله. تعالى نشوف كده في يلا الخسران هيتعاقب. هتعاقبه بايه؟ لا انا مش سامحك. لا لازم لا لازم تتعاقب. لازم تعاقبه. ده انتوا على الهوا لازم تعاقبه. يلا عاقبه. ايه؟ انزل 30 ضغط. يلا 30 مش هيقدر. هو اصلا ما قدرش يعمل. طب يلا العقاب بتاع اسلام انه هيلعب ضغط. 30 ضغط. يلا استنى. عمري ما تعاقب الضغط. عمري ما تعاقبت حاجه غير الضغط. يلا واحد اثنين ثلاثه. واحد اثنين. شايفين يا جماعه اسامه بيخسر بيعاقب. سته سبعه فانت المره ثمانيه لازم يبقى عندك قد الجد. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. العقاب ما فيهوش استريح شويه. خلاص فاضل كده كام؟ فاضل 11 واحده. فاضل 11 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. يلا مسامحه يا عز في الاخر كده زي. يلا اقول لهم يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. ودع صحابك. يلا بقى سلام. يلا معلوم مع السلامه. اقول لهم اه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس وما تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات اي حاجه انتوا عايزينها جديده لينا. ونعرف انتوا كتبتوا لنا تحديات اي حاجه عايزينها هنعملوها.
وانتوا طلبتوا مني في تعليقات انتوا عايزين تحديات، وان شاء الله التحدي الجاي يكون بيني انا واخواتي وصاحبي عايز يكون معاه ان شاء الله. يلا باي باي.